أبا نذر. الشاعر عماد صادق القاموسي من مواليد مدينة النجف عام 1953، خريج جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد، مارس العمل في المحاسبة منذ 40 سنة. لم يدرس الأدب واللغة أكاديمياً، لكنه أحب الأدب واللغة من خلال بيئته الأدبية وعمله في المكتبة العصرية التي كان يمتلكها والده المرحوم الشاعر صادق القاموسي في بغداد، وكذلك من خلال علاقاته الأدبية مع مرتادي المكتبة من الأدباء والشعراء. أثارت فيه لواعج الغربة في أمريكا مشاعر الحنين إلى وطنه ومواجهة عالم الاغتراب، فحركت أحاسيسه. وما الوسيلة الأقدر على صياغتها وتقديمها إلا الشعر، وبذلك انبرى للمغامرة في كتابته. الشاعر عماد صادق القاموسي، تفضل، المنبر لك.